على فكرة اوكا واورتيجا اصلا يعني في اختياراتهم وفي المزيكا اللي عايزين يقدموها اصلا خواجات شوية، يعني هم اصلا كانوا بيغنوا راب، فلقوا الراب مش بيأكل عيش في مصر، فاتجهوا ان هم يغنوا مهرجانات، بس هم ما كانوش حابين يقدموا المهرجان بالطريقة اللي بيتقدم بيها المهرجان دلوقتي. هم كانوا حابين يقدموه بطريقة غربي ويتكلم في موضوعات شبه الموضوعات اللي بيتكلموا فيها الرابرز بتوع أمريكا، فهم بيحاولوا يطوروا في ده. بس احنا للأسف أي أغنية مهرجان وحشة بتتشغل بيبقى ده أوكا وأورتيجا، ودي مش حقيقة. هم بيغنوا أغاني نجاح. ما هو نجاح، بس يعني مثلا لما تكون أغنية سوقية مش عارفة بتقول مش عارفة هزق مش عارف ايه ويتقال ان دول، هو كام على اللون نفسه يعني، ما هو هم يعتبروا هم مش حد هم اوكا واورتيجا شخصيا وكم حد في المهرجانات على فكره، مش هم بس، مش حابين الانماط دي تبقى موجوده، يعني مش حابين ان ده يصدر للناس، فربنا يوفقهم ويعرفوا يغيروا ويطوروا من اللون ده.